تمام علامات جانبا عالي. حاليا اسفل هذه المبادرة هدفها الأساس أولاً التخفيف من الوضع النفسي للأطفال، وأيضاً العمل باتجاه توفير بيئة تعليمية قدر المستطاع رغم كل التحديات والصعوبات والمخاطر التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني وبخاصة أطفالنا. اليوم هذه الفصول الدراسية ومن خلال هذه المدرسة في مركز إيواء، ورغم قلة الإمكانيات إلا أنه يتم افتتاح هذا الفصل الدراسي، هو بالغ الأهمية لنا كفلسطينيين للتعبير عن إرادة حقيقية في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية وفي مواجهة مشروع التجويع والتجهيل لشعبنا الفلسطيني. اليوم هؤلاء الأطفال يتلقون دروس وبرامج دعم نفسي أيضا في ذات الوقت من أجل التخفيف من وطأة الصدمات النفسية التي يتعرضون لها على مدار اللحظة. أنشئ خيام، مجمع خيام في المنطقة اللي أنا بأسكن فيها. تطوعت في هذه المبادرة التعليمية، توجهت إلى مديرة المخيم وطرحت عليها الفكرة، فقبلت الفكرة بالترحاب، فكانت ما تمد لنا يد العون هي وكابتن أسامة أيوب، فقمنا بإنشاء صف دراسي، إعداد طاولات، صبورة، دفاتر، أقلام، طباشير. توجهنا لأهل الخير فمدونا في حيث أنه فيها أعلن عن إنشاء هذا الصف للصف الأول الأساسي، حيث يعتبر هو الحجر الأساس في العملية التعليمية من مبدأ لا لتجهيل طلابنا ولا لتدمير الحياة التعليمية تبعتهم. درسنا 4 حصص حساب وحساب وعربي وتربية إسلامية. كنا نقرأ في المدارس بس عشان صارت الحرب وإحنا صرنا في الخيام وصرنا ندرس عند هنا عند مدرسة جميلة. نفسي تخلص الحرب، نفسي أرجع على بيتي ونفسي أرجع على مدرستي. يلا مين بدنا كمان؟ مين 3. وين تحصل على 3؟ يلا عدد الطلاب داخل الصف من 28 ل 30 طالب حسب، اوقات بزيد اوقات الحمد لله لقينا قابليه. داخل المخيم اللي تطوعنا فيه في مخيمين نشأوهم جنبنا، ففي اهالي انهم حبوا انه هذه الفكره وحبوا انه نشوف الطلاب يعني يبعثوا طلابهم شيء زي هيك، بس الوضع لا يسمح داخل الخيمه، الخيمه شويه صغيره فما بقدرش. ان شاء الله احنا وعدناهم يعني ان شاء الله ما بطول الوضع، وعدناهم اذا طال الوضع نفتح لهم كل مخيم خيمه. الطلاب بدهم جوائز، بدهم فعاليات، يعني بدها اوقات، فالطالب الشاطر المتميز اكيد بده جائزه، يعني بالاخص من الفئه اللي احنا موجودين فيها بتتركز على الصف الاول والصف الثاني، فبدهم يتغرب بالعمر، بدهم شيء يساعدهم. We'll be right back.
الاختبارات الثانوية العامة طلاب التوجيهي 2023-2024. اليوم أنا كطالبة توجيهي في قطاع غزة، من المفترض أن اليوم أروح أقدم أول اختبار إلي زي أي طالب في العالم أو زي أي طالب في فلسطين، لكن اليوم أنا سيرتي الدراسية واقفة وقاعدة بواجه الإبادة الجماعية اللي بتصير في قطاع غزة. اليوم أنا محرومة من أبسط إشي كنت بتمناه في حياتي. اليوم أنا محرومة من فرحة الثانوية العامة زي أي طالب بتمنى أنه ينجح، زي أي طالب بيعتبر هاي المرحلة من أهم المراحل في حياته. لكن الحمد لله إحنا لسه صامدين، وبإذن الله عنا أمل أنه راح ترجع تتعمر غزة، وراح ترجع مدارسنا أحسن وأفضل من قبل، وإن شاء الله راح نحقق أفضل المعدلات وراح نجيب أعلى العلامات بإذن الله. يلا يا ماما شوفك إيه؟ كلهم لقوا مروحين ومعصبين من الامتحان على الصعب. طب ليش ما بيقدموا؟ أنا لا بدي أجرب أنا هذا الشعور يعني نفسي. يلا السنة لا أكون فيها توجيه، وأهم سنة هيك تصير أطول. يا وردة علي أنا، يا وردة علي أنا، يا خالتي والله 100 عياط. أنا اسمي عامر ليفي، نازح من الشجاعية. نزحنا 4 مرات من حي الشجاعية لمعسكر الشاطئ، لا بعدين رفح، لا بعدين خدونس، ورا علي سنة توجيهي اللي حقيتي أنا هلقيتها بقدم في الامتحانات. فتسعة أشهر من الحرب، وطول زي ما انتم شايفين ننقل مية من الطابق الأرضي للطابق الثالث، وبنروح على التكية اللي هي اللي على لفة عند الوكالة، وبنضلنا هيك دايما طول عمرنا. ومن أول ما بلشت الحرب وإحنا بنبلش زي هيك بـ9 شهور. المفترض أنا بكون في الـ9 شهور بقرأ وبدرس وبذاكر عشان أنجح في السنة وأفرح أهلي. أما إحنا زي ما انتم شايفين طول من 9 شهور وإحنا بنعاني في الحرب، من هان لهان لهان لهان، مرة في الخيم، مرة في المدارس الوكالة، مرة مش عارف وين، ومندبر شغلة يلا وهي عملنا فرن الحمد لله، ومنبيع دوا جلي والحمد لله، وربك رزق. أنا راحت من عمري والله أعلم، من تعوضها ما نعوضهاش، تصير يرجعونا على توجيهي ينجحونا الله أعلم، لا قرينا ولا إشي من 9 شهور. حنضلنا نعاني، ولسه بدنا نبني الدار وقعت في الشجاعية، لسه بدنا نبنيها ولسه بدنا نأسس حالنا، بدنا نبني حالنا من أول وجديد، ويمكن يرجعوا المدارس ونفكر نرجع توجيهي. بوجه رسالة للعالم انهم يوقفوا الحرب ورجعونا لحياتنا القديمة، وخلاص بدنا نعيش زي العالم كله، زي ما هم عايشين احنا بدنا نعيش زيهم.